السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنؤجل الكلام عن التفسير في هذه الليلة، ليلة 18 من ربيع الأول سنة 38 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 17 من ديسمبر سنة 16 و2000، وذلك للحديث قليلا عن أمر جلل، ألا وهو ما يحدث في حلب اليوم، رحم الله تبارك وتعالى أهلها. الذي يقرأ التاريخ لا يستغرب ما يحدث اليوم في حلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهي سنن الله تبارك وتعالى في أرضه، وكما قيل التاريخ يعيد نفسه. إن من قرأ التاريخ، تاريخ هذه الفئة الضالة من النصيريين ومن يدور في فلكهم ويستذكر ما وقع من التتار بقيادة هولاكو الذي استدعاه نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، وعاثوا في الأرض الفساد وفي بغداد خاصة، إذ قتل في بغداد في تلك الأيام 1.5 مليون مسلم، وانقلبت الأنهار إلى اللون الأزرق، إلى اللون الأحمر من الدماء. وهذا يشير إلى قضية مهمة، ألا وهو أن قتل المسلمين إنما يكون على يد هذه الفئة الضالة استقواء بغيرهم لا بأنفسهم، فهم أجبن وأحقر من أن يواجهوا أهل السنة والجماعة، وإنما يكون الاستقواء بغيرهم كما استقوا بالتتار عندما أتوا بهم لقتل المسلمين في بغداد وغيرها، ثم كان كذلك الاستقواء بالروس أيام الدولة العثمانية، فكانت الدولة العثمانية العظيمة تفتح بلاد أوروبا وتنشر الإسلام هناك وتؤدب الصربة وغيرهم وغيرهم، فكانت إيران تضربها من الخاصرة باتفاق مع الروس. وكذلك في لبنان في صبرة وشاتيلة، حركة أمل التي خرج من رحمها حزب الله استقوا باليهود على قتل المسلمين هناك. وفي العراق لا يخفى عليكم الاستقواء بالأمريكان وغيرهم لقتل المسلمين. واليوم هؤلاء النصيريون وأتباعهم يستقون بالأمريكان والروس وغيرهم لقتل المسلمين في حلب. فالتاريخ يعيد نفسه، وليس هذا الأمر بجديد، ولكن علينا نحن أن نتنبه لهذا الأمر، أن نعي وأن نعرف حقيقة هؤلاء القوم ومدى حقدهم على المسلمين وحرصهم على قتلهم وإبادتهم، فنجب عليه أن نتنبه لهذا الأمر، وأنهم لا يستطيع أن يواجهوا بأنفسهم وإنما يستقون بغيرهم لقتل المسلمين. والذي أردت أن أقوله هنا
هو أنه ما الذي يجب علينا نحن؟ لأن الكثيرين اليوم يشعرون بشيء كبير من الضيق والحزن والأسى لأجل إخوانهم في سوريا وما يتعرضون له من الإبادة والقتل والتشريد. دعوا عنكم الاحتجاج على الحكومات وما فعلت الحكومات، هذا أمر ليس بأيدينا، وإن كان يجب على كل إنسان له صلة بهذه الحكومات ويستطيع أن يصل أو يتخذ قراراً أو أن يوصل رسالة أن يدعوهم إلى مقاطعة الروس والإيرانيين والعراقيين ومن يجري مجراهم في قتل وإبادة المسلمين في سوريا، أن يقاطعوا، هذا أقل شيء يفعل في حقهم. ولكن هذا واجب الحكومات، فما واجبنا نحن كمسلمين؟ نحن الآن الذين تتفطر قلوبنا لما يقع لإخواننا هناك وأخواتنا وشيبنا وشبابنا وأطفالنا، ما الذي يجب على كل واحد منا أن يفعله؟ لا ينبغي دائما أن نلقي اللوم على الآخرين، ولكن يجب علينا أن ننظر إلى أنفسنا نحن، ماذا فعلنا وماذا قدمنا وماذا يجب علينا أن نقدم. لا تستصغر أي شيء تقدمه، وأعظم ما تقدمه لإخوانك هناك الدعاء، ولا تستصغر الدعاء. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عاقبه فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وكما قيل: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء. الدعاء إذا استجابه الله منك أنهى كل شيء، وإنما الأمر عند الله كن فيكون. ما لقد أنهى موضوع التتار بين عشية وضحاها، انتهى الأمر. فليس الأمر عزيزا على الله سبحانه وتعالى. من منا فكر أن يقوم في آخر الليل ويرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يصلي ركعتين، أو أن يقول في سجوده أن يدعو لإخوانه هناك؟ من فكر منا أن يتصدق بماله لهم؟ وأنا أعرف أن الكثيرين ولله الحمد والمنة في هذه البلاد وغيرها يبذلون ما يسر الله لهم، ولكن لا يكفي، ابذل أكثر، اقسم مالك بين أهلك وبينهم، خاصة الذين يبذرون أموالهم في أمور تافهة كحفلات أو شراء سيارات أو غير ذلك من الأمور، لا تنسهم. لو فكر الواحد منا أن أمه هناك، أخته هناك، أبوه هنا، أباه هناك، أخاه، ابنه، زوجته، كيف ستعيش؟ كيف ستفكر؟ ماذا تصنع؟ لابد أن نستحضر دائما في أذهاننا حالهم وماذا قدمنا نحن. لا تستصغر ما تقدم ولو شيئا قليلا من المال لإخوانك، دعاء لإخوانك، نصرة لإخوانك، أقل شيء أنه يرفع من معنوياتهم ويعلمون أن إخوانا لهم في الله يقفون معهم وينصرونهم ويدعون لهم، وإن كانوا لا يستطيع أن يتخذوا قرارا في حرب أو غير ذلك من الأمور، وإنما يتعاطفون معهم ويألمون لألمهم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم وتوادهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد جاء في الحديث وإن كان لا يصح لكن معناه صحيح: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فكيف لا نهتم لأمر إخواننا هناك ونسعى بقدر ما نستطيع إلى مساعدتهم، سواء ندفع مالا أو نكلم الناس ليدفعوا أو نسعى إلى توصيل هذا المال أو غير ذلك. والحمد لله والمنة، الجهود طيبة مباركة، ولكن أكثر أروهم وأروا الله جل وعلا حرصكم ودفاعكم عن إخوانكم. وكذلك كل من تكلم في هذا الموضوع بسخرية واستهزاء وشماتة لما يحدث في سوريا، يجب هؤلاء أن يطردوا من المجالس، ولا يشترى منهم ولا يباع منهم. إن كان طبيبا فلا يزار، وإن كان محاميا فلا يقبل، وإن كان ضيفا يطرد من البيت إذا زار. يجب أن نظهر حميتنا وغيرتنا لإخواننا المسلمين. تصور أن هذا يشمت بأبيك أو بأخيك أو بابنك، فكيف يكون رد فعلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هؤلاء إخواننا، لا أقل من أن نحب لهم الخير، ولا نقبل أن يشمث بهم أحد ولا يسخر من دمائهم التي تذهب. وأبشركم، الأمور طيبة، ليست على ما يروجون أنهم انتصروا وهزموهم وقتلوا، هذا الكلام كذب. نعم، هناك سياسة الأرض المحروقة التي يستخدمها الروس عليهم لعائن الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا المجاهدون ما زالوا هناك ولله الحمد والمنة، يدفعون عن أنفسهم وأعراضهم وأرضهم، ويحتاجون منكم الدعاء. وتذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله صادق سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وهو القائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والله الذي لا إله إلا هو، لو اجتمع الأمريكان والروس والغرب والشرق على أن يبيدوا هذا الدين أو أهله لن يستطيعوا، لأن الله معكم سبحانه وتعالى. ولكن أروا الله جل وعلا التزامكم ونصركم له: إن تنصروا الله ينصركم، كما قال الله تبارك وتعالى عن المهاجرين والأنصار: وينصرون الله ورسوله. فمن نصر الله جل وعلا نصره الله سبحانه وتعالى. فثقوا بالله سبحانه وتعالى، ولعل هذا من الابتلاء، كما قال الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فاستبشروا خيرا، وإن الله ناصرهم وناصر هذا الدين. ولكن العز كل العز أن نكون نحن من ينصرنا الله تبارك وتعالى إذا نصرنا دينه وإذا وقفنا مع إخواننا المسلمين. فثقوا بالله وابذلوا ما تستطيعون، وأشركوا إخوانكم بدعائكم، ولعل الله جل وعلا أن لا يضيع عمل عامل منكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهلك المعتدين الروس والإيرانيين والعراقيين والأفغان ومن جرى مجراهم. اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم أهلكهم يا رب العالمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم شتت شملهم وفرق صفهم واقذف الرعب في قلوبهم يا قوي يا عزيز. وارحم اللهم إخواننا المسلمين هناك، اللهم ثبتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوهم، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن تبدأ المشاركات.